هذا سائل يسأل: هل لو تم توزيع كل ما يملك الرجل على بناته بالسوية طيال حياته، هل ذلك يجوز شرعا رغم أن هناك للرجل أشقاء؟ إذا ساوى بين أولاده في العطية ولم يخص بعضهم دون بعض فلا بأس بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا ساوى بينهم في العطية ولم يخص بعضهم دون بعض فلا بأس بذلك، ولو كان له إخوان أو أقارب غيرهم.